كما كتشوفوا معايا حنا وصلنا للدوار حبابي، هذا هو الدوار ديالنا. ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع الايام اللي غندوز تما، وغتشوفوا معايا اجواء ديال الباديه كيفاش كتكون، كيفاش كيدوز النهار ان شاء الله. وكنتمنى ما تنساونيش ودعموني في القناه ديالي، واحد ابوني وجيم الفيديو وشي كومونتير زوين، وكنتمنى تفرجوا في الفيديو ديالي كاملين وحتى الاخر باش هكا تكون نسبه المشاهده طالعه، ونتمنى الخير ان شاء الله. صباح الخير حبابي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، امور هانيه؟ ايوا هنا اليوم صباح جديد ونهار جديد، وانا في الباديه، وهذه هي الباديه ديالنا. نوريكم هاد البلاصه كنسميوها حنا القاعه، هنا فين كيديروا التبان وكيخبيوه، وعندهم هنا شجر ديال الزيتون وكيديروا الدجاج، المهم كيحطوا فيها داك الشيء اللي ما كيحتاجوش كيدخل، يعني كيحطوه هنا ممكن يدخلوه للدار. انتوما كتشوفوا الدنيا كيفاش دايره هنايا، صراحه الطبيعه زوينه حتى كتلعب. فوالا هادي هي الاجواء ديال الباديه، هادي هي الدنيا كي دايره، صراحه الجو زوين صباح. ايوا ما كرهناكمش معانا، وهادو البط والوز ديالنا كي كتشوفوا الكليب ديالنا. دي الدنيا ديال العربية ديالنا، صراحة أجواء زوينة في العربية ما شاء الله غزالة. وهالبقيرات ديالنا والدجاجات البدية، هذه هي العربية. احنا في العروبية، وهذا فران ديال العروبية، شتي كيفاش كيخبزو فيه، هكا كيشعلوه وكيخليوه حتى كيشعل مزيان وكيسخن، عاد كيرميو فيه الخبز. هانتوما كتشوفوا معايا هالخبز كنخشيو في الفران وكيفزقو شي حاجه باش يغطيو باش ما تحرقش ليهم. فاطمه ما نشدكش، هانتوما كيديروا حديده وكيبداو يسدو عليها. يسدو عليها بشي حاجه فازقه باش ما تحرقش ليهم على ما كيطيب وكيجبدوه. ها انتوما هالخبز ديالنا وجد، شو تبارك الله كي كيجي ما شاء الله. ايوا هذا هو فران العروبيه، وهذا هو الخبز ديال العروبيه. وبصحتكم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يجيو ياكلوا. شو 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 الزرو جاي ياكل. لا واه حشومة ضربي. تبارك الله بيبي، راه ما مشاش. ويلي عندك مشاش صغيرين. ما عارفة
العرس ماشي مشاش. انا قلت لك زيد حبيبي دايره قلت لها عاوره مره وقلت لها ايوا احنا خرجنا نتسارف وندوزو الجنان ونشوفو الدنيا. هذا هو الدوار ديالنا، هذا هو الجنان. المهم سيمنا لعبا الدوار مزيان صدق عمر اللي خرج بالطوموبيل هبط عند بابا هبط عند بابا عمر اجيتي من الباب شنو كاينه الكشينه هنا كنا كنحطو من هنا نيشان لا ما عمري دخلت الكشينه كنت كنجي عند هنايا لهاد الخيمه اللي ولات دابا مهجوره هادي رابت مسكينه هي اللي كنت كنجي عندنا جات وسبقا انتما كما كتشوفوا معايا اوريكم واحد البلاصه عندنا في البلاد كيصايبوا فيها الملحه. كتشوفوا ديك البلاصه اللي كتبان بيضه هذيك راه واحد البلاصه سميتها الملاح كيصايبوا فيها الملحه تمايا عندنا تما كتصايب الملحه. لو كنت نقدر نمشي حتى تمايا غنمشي ونوريكم الملحه كيفاش دايره تما وكناخذوا الملحه من تما وغزال عرفتي الملحه اللي كاينه تما فنه بيضه بيضه وما فيها والو نقيه وكتبري غزاله واحد الملحه تما كتصايب. واكثر يد الناس ما كيتيقوش بهاد البلاصه باللي راه فيها الملحه حتى كيجيو كيشوفوها بعينيهم. مي فريمون هاد البلاصه عندنا فيها كيصايبوا الملحه تما فين كتصايب الملحه وهذيك البلاصه كتسمى الملح. كل هذيك البلاصه اللي بيضه راه كلها غير ملحه. ما كراش شي نهار ان شاء الله الا كنا دايزين راجعين بحالنا نقدروا نوقفوا بالطوموبيل ونشوفوا نقدروا نهبطوا الا بغاو نهبطوا تما ونشوفوا ديك البلاصه عن قرب باش نتوما تشوفوها معايا.